على الانترنت ظهرت صور على مدى الكام ساعه اللي فاتوا، فيديو ده لكتاكيت، كتاكيت على الطريق في وسط الطريق السريع كده، حد بيرمي كتاكيت على الطريق السريع، العربيات بقى اللي بيحاول يفاديها، العربيات اللي بقت في حد بينزل يحاول يلمها. لما سالوا الراجل ده حضرتك بتعمل ايه بالظبط، فقال لهم بياكلوا ب 100، او الرد بتاعه يعني هو انه بياكلوا ب 100 جنيه في اليوم، اربيهم اعمل بيهم ايه؟ طبعا ده مشهد غريب غير مقبول غير مفهوم. اذا كان مش عارف يربيهم، طب هو في صرفه للتعامل معاهم غير دي؟ يعني كان فيديو غريب جدا في الحقيقه. معانا الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبه الدواجن في اتحاد الغرف التجاريه، اهلا بيك يا فندم. استاذ شريف اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين، اهلا بيك يا فندم. هو ده عدد كتاكيت كبير قوي صح؟ لا حصل عدد كتاكيت كبير، استحاله يقول لك انا باكله ب 100 جنيه في اليوم، ده راجل بيربي تربيه منزليه او تربيه ريفيه. لكن التربيه المنتظمه لا غير كده خالص طبعا. النهارده على الاقل بعد المزارع فبتاخد طن في اليوم او نص طن، النهارده الطن ب 24000 يعني ب 12000 جنيه في اليوم، لكن اقول لك 100 جنيه ده كلام يعني غير منطقي او غير عقلاني. منطقي مش مقبول. في كل الاحوال وفي كل الاحوال احنا بنرفض ان يحدث هذا الكلام ويتم تصويره الى اخره. اي نعم احنا عندنا ازمه، عارفين عندنا ازمه، وازمه كبيره مش ازمه صغيره، خلي بال حضرتك. يعني هي ممكن الكتاكيت دي تبقى عند فرد ولا الكتاكيت دي عند شركه؟ لا اصل شركه مش هتعمل كده، شركه احنا عارفين ان مفيش كتاكيت، ما حدش بيربي اليومين دول، كل الناس في المنظومه خرجت منها لان العلف غالي وهو مش قادر يربي، ما عندوش القدره ان هو يجيب سعر العلف ب 24000 جنيه، او حتى مصانع العلف ما عادتش بتدي حد اجل. عشان كده الناس ما بتدخلش قطعان جديده، وكمان السعر البيع متدني، يعني حتى لو انا الاسعار غاليه، وانا بقول الاسعار غاليه، لو انا قلت تكلفه الفرخه النهارده يا استاذ شريف 100 جنيه. يعني تكلفة، خلي بال حضرتك، تكلفة الفرخة 100 جنيه عشان تبيعها يبقى 50 جنيه الكيلو، بتباع النهارده ب 38، يعني في خسارة 12 جنيه في الكيلو، فما حدش بيدخل دورات جديدة، ودي المشكلة الرئيسية اللي احنا خايفين منها وبنعاني منها في ظل تدخل على مواسم، ودي مشكلة كبيرة لكن جدا. لكن هو الأكيد بغض النظر عن حجم المربي أو حجم اللي بيشتغل، هو كل ده له علاقة بالأزمة اللي حضرتك بتتكلم عنها. طبعا ما احنا بنقول ايه الطريقه الافضل بقى دلوقتي لما واحد يبقى عنده كتاكيت ومش عارف يتعامل معاها؟ انا عندي مفرغ بيطلع 68000، ما حدش عايز ياخدهم خالص، ما حدش عايز ياخد الكتاكيت. انا كلمت ناس ياخدوهم قالوا شكاره العلف ب 1200 جنيه، اخدت بال حضرتك؟ فمين هيجيب شكاره علف ب 1200 جنيه عشان يربيها حتى لو تربيه منزليه او ريفيه؟ طب ويبقى مصير الكتاكيت دي ايه بقى في اللحظه دي؟ مصير خالص الاعدام، هو بيعدمها، مفيش لها حل، المفروض في دفن صحي وفي حرق وفي 100000 حاجه للجزئيه دي، لكن احنا في مشكله، احنا في ازمه، لابد ان احنا نعدي الازمه، تعديل الازمه لابد ان احنا نعمل افراجات بصفه مستمره، نراقب الافراجات، نشوف الوضع. مش هو كانت الحكومه طلعت القرارات دي يا فندم من فتره في مساله انه ده يبقى على اولويه التعامل مع مساله الاعلاف والمخصصات ليها؟ ده شيء جيد جدا، لكن لما يكون عندك يا شريف انت بتعوز في الشهر مثلا مليون طن وبتنزل بتطلع انت نص مليون طن، يبقى عندك عجز 50% او 60%. يعني النهارده بعد قرارات الحكومه دي بقى العجز اللي موجود 50%؟ ما زال عندي عجز، لان انا بحتاج في الشهر مليون طن ذره وبحتاج نص مليون طن صويا. احنا قلنا ان احنا افرجنا على حوالي مليون واحد من عشره، ده القرارات اللي اتقالت، واحد ومليون واحد من عشره، انا عاوز في الشهر ونص 2 مليون و 250 او 225 الف طن، يبقى انا عندي حوالي 60% عجز. هي دي المشكله الاساسيه. يعني انت عاوز كل شهر 2 مليون طن؟ عاوز 2 250، كل شهر ونص، لان احنا قلنا الافراجات بدات من 1 من 15 من 15 11 او 15 10 لحد 1 12، يبقى دي شهر ونص، الشهر ونص المفروض يجي لي 2 مليون 225، انا افرجت عن 1 1 من 10، يبقى عندي على الاقل 60%. وده كلام متفهمه الحكومه، لكن انا عاوز سرعه الافراجات بصفه مستمره، لان الشحيه بتخلق سوق سوداء وبتخلي الناس تتحكم في المنتج اللي انا عاوزه، وبناء عليه ترتفع اسعارها، يعني لا يجوز باي حال. حضرتك بتقول ان سرعه الافراج دي اهم حاجه دلوقتي. طبعا كل ما تعمل يبقى في عندي وفره في السوق، انت ما تستغلش الفرصه او انا استغل الفرصه، اعلي السعر، لان انا عاوز، ما انا عندي مصنع علف، عندي عماله، حتى لو اشتغلت بنص الكميه انا عاوز الماده الخام، انا ما عنديش ماده خام. فبيحصل الشحيه وبيحصل المشاكل، وفي ناس تستغل الفرصه، وده كلام غير منطقي بالمره في ظل الازمات اللي احنا فيها. ما يصحش باي حال من الاحوال والوضع العالمي ووضعنا ان احنا اي حد يستغل الفرصه عشان. طب هل تواصلتم مره ثانيه مع الحكومه دلوقتي؟ لا، في تحركات ايجابيه، واحنا في اجتماعات بصفه مستمره، لكن انا عاوز انت حضرتك تشعر بيه على ارض الواقع.
الراجل المنتج يشعر بيها على ارض الواقع، ده اللي احنا عاوزينه. لكن في تواصل، في تحركات ايجابيه من وزاره التموين، في تحركات ايجابيه من مباحث تموين الوزاره، بدات تنزل حملات على بعض الاماكن وبتطلع يقولوا لنا ان في تم القبض على ناس وعمل محاضر لهم وراحوا النيابه، ده شيء جيد جدا، بس عاوز الاستمراريه. انا مش عاوز اقعد يوم واسيب الوضع مره اخرى الى يعني يتفاقم. لما يكون عندي شحيه النهارده تصل الى 50%، طب انا داخل مواسم هجيب منين؟ لازم ارجع الناس اللي هي في المنظومه الى حصيره الانتاج، ارجعها ان انا ارجع الاسعار، مش مهم حتى تصل للوضع السابق، لكن في ظل ارتفاع الاسعار وفي ظل تعويم الجنيه، في ظل كل الكلام ده كله، ممكن ترتفع الاسعار، لكن ترتفع حسب الماده الخام الطبيعيه حسب سعرها العالمي. مفهوم. مشكورك. دي مهمه جدا بالنسبه لنا. مشكورك يا فندم الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبه الدواجن في اتحاد الغرف التجاريه.